حدثنا محمد حدثنا اسماعيل بن جعفر اخبرنا ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطه فقال عرفها سنه ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه قال يا رسول الله فضاله الغنم قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب قال يا رسول الله فضاله الابل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه او احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها